إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والعمل بطاعته باجتناب نواهيه وامتثال أوامره، فإن الله جل وعلا جعل التقوى فريضة على العباد، كل بقدر طاقته واستطاعته، أما ما كان في قدر الاستطاعة فأصلها فريضة وكمالها وتمامها سنة ونافلة. فاتقوا الله في القول والعمل وفي السر والعلن. ثم إننا معاشر الأحبة نواصل توضيح وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام التي تكلمنا على اثنين منها، وحديثنا اليوم عن الوصية الثالثة، وذلك في حديث أبي هريرة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال في الوصية الثالثة: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فجعل بين الإحسان إلى الجار ومراعاة حقوقه وكف الأذى عنه، جعل بينه وبين الإيمان علاقة ثابتة متأصلة. فهذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن والسنة يحث فيه على الإحسان إلى الجار والتعامل معه معاملة حسنة، والإحسان إليه في حاجته وتفقد أحواله، وهو ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب بالجنب. فجعل الله جل وعلا الإحسان إلى الجار من مقتضيات العبادة والإيمان برب العباد سبحانه جل في علاه، فإن من مقتضيات الإيمان وكماله الواجب على العباد الإحسان إلى الجار. وذلك جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فالإحسان إلى الجيران من علامات ومظاهر الإيمان الواجب على العباد، فإن الإيمان منه ما أصل ومنه ما هو كمال واجب. فكف الأذى عن الجيران والإحسان إلى الجار من كمال الإيمان الواجب على العباد. فهذا الإحسان إلى الجيران تارة يكون بالعمل الفعلي، وتارة يكون بكف الأذى، وتارة يكون بتقديم الإحسان بالقول. ومن هنا جاء في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن من أسباب علامات الإيمان ولوازمه ومقتضياته أن يكون صافي القلب تجاه جيرانه، يحب له ما يحب لنفسه، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجيرانه، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فما تحبه لنفسك
من خير ونعمة وسلامة، ومن رغد عيش وصحة جسم وبدن، ومن نعمة الأهل والأولاد، ونعمة الإيمان فوق ذلك كله، مما ينبغي أن يسرح قلبك فيه تجاه جارك ومن يجاورك. فلا يكتمل إيمانك الواجب حتى تحب لجارك ما تحبه لنفسك، فتجعله في موقع نفسك، أياً كان ذلك الجيران، قريباً أو بعيداً، من ذوي الرحم أو من غيرهم، مسلماً أو كافراً. فإن مما يحب العبد لنفسه كمال إيمانه وصفاء عقيدته وسلامة دينه، وحب ذلك لجيرانك المسلم والكافر مما دعت إليه الشريعة وأمرت الرسالات الإلهية. ومن هنا كان دعوة الجيران للإسلام والدين، وعرض حسن محاسن الإسلام عليه قولاً وفعلاً من أهم الواجبات على الإنسان تجاه جاره. كن داعية بفعلك لجارك المسلم حتى يحسن إسلامه، وكن داعية بقولك وفعلك تجاه جارك غير المسلم لينشرح صدره إلى الإسلام، فتكون كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أجل معاشر الأحبة، نبينا عليه الصلاة والسلام بالغ في الاعتناء بالجار ومراعاة حقوق الجوار، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى غلب على ظني أن هذا التكرار في الوصية بالجار والإكثار منها ليس إلا تمهيداً وتهيئةً لكون الجيران يحل محل الورثة في ميراث جاره. هذه المبالغة يقول: ظنيتها تمهيداً لحكم بعدها، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هكذا ينبغي أن يكون للجار مكانة في النفوس. ومن هنا كان الإحسان إلى الجار مرتبطاً بالإيمان، وبقدر كمال الإيمان تعظم مكانة الجار عندي وعندك، وبقدر نقصان مكانة الجيران ومراعاة حقوقهم يتضح مقدار نقص إيماننا معاشر الأحبة. فإن أردت أن تعرف مدى نقصان إيمانك فمما تنظر إليه علاقتك، نيتك، معاملتك لجيرانك، فإن راعيتها فعلامة تدل على قوة الإيمان، وبقدر ما يضعف ذلك يكون دليلاً على ضعف الإيمان. فهذا أول ما يجب للجيران من بذل الندى وتقديم الإحسان والوقوف بجنبهم، وهذا ومما يتم هذا تفقد أحوالهم، معرفة جوعهم وعطشهم ومرضهم ومعافاتهم وما يتعرضون له من مصائب الدنيا وشدائدها للوقوف بجنبهم والسعي لكشف كربتهم ومؤازرتهم على مصائبهم. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحد يبيت شبعان وجاره جائع، لا يدري عن جاره شيئا، أهم في جوع وشدة أم لا، يبيت متنعما ويبيت وقد شبع من أنواع الطعام وألوان الشراب، ويلبس من ألوان الثياب حتى تمتلئ خزينته، وجاره فقير معدم لا يجد لباسا ولا يجد طعاما ولا يجد شرابا، وربما يتقلب على فراشه ألما وجوعا. ليس هكذا الإيمان معاشر الأحبة.
ليس هذا من الإيمان الواجب، بل دليل على نقصان الإيمان والتفريط بوصية النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام التي وصاها في هذا الحديث وفي غيره، حتى كرره على المصطفى عليه الصلاة والسلام، كرره جبريل على المصطفى بأمر من الباري سبحانه جل في علاه. وفوق ذلك يجب للجار كف الأذى عنه، أن تكف أذاك عنه، فإن كما من كمال الإيمان الواجب كف الأذى عن الجار. ومن أسباب نقصان الإيمان واستحقاق جهنم والعذاب عياذا بالله الإساءة إلى الجار، فبدل ما كان يستحق الإحسان وتفقد حاله ومتابعة ظروفه ومؤازرته في حاجاته، بعد تضييع ذلك كله ربما تجاوز بعضنا إلى أذية الجار والإساءة إليه تارة بالقول وتارة بالفعل. منا من لا يبالي في صياحه على جاره حتى يحرمه من لذة النوم والاستراحة، ومنا من يؤذي جاره بسيارته وموقفها، ومنا من يؤذي جاره بأوساخه ومياهه، ومنا ربما من يؤذيه بلسانه. يا من يؤذي جاره ويتعرض له بالأذى والإساءة، اسمع إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقول ويكرر ويردد: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام ويحلف بربه ثلاث مرات تأكيداً مكرراً تأكيداً وتنبيهاً: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه، أي أذيته وشروره. وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حكي له عن امرأة كثيرة الصلاة، كثيرة القيام والصيام، كثيرة الإنفاق والصدقة والذكر وقراءة القرآن، لكنه في آخر الحكاية قيل له: لكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار، لا نفعتها كثرة صلاتها وقيامها، ولا نفعها كثرة صيامها وصدقتها، ولا كثرة ذكرها وتسبيحها وقراءتها، لم تكن سببا من نجاتها من النار، لم تنل بذلك الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنما يتم الفوز بأمرين: الزحزحة عن النار ودخول الجنان. فمن الناس من زحزح عن النار ولم يدخل الجنان كأصحاب الأعراف، ومن الناس من سيدخل الجنة لكنه في أول أمره لم يزحزح عن النار بل دخلها، فلا أحد منهما نال الفوز الكامل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ما الذي منع المرأة الصوامة القائمة كثيرة الصدقة كثيرة الذكر والتسبيح والقراءة؟ لماذا لم يمنع تمنع كل هذه العبادات عن دخول النار؟ لأنها اقترفت وواظبت على كبيرة من الكبائر في الدين: الإساءة إلى الجار مسلما كان أو كافرا. قال: هذه هي في النار. ولما اشتكى إليه أحد الصحابة عن جاره الذي يؤذيه والذي ذهب إليه فلم يقبل منه، قال: أخرج متاعك وضعها على الطريق الذي يمر بها الناس، فإن سألك الناس فقل لهم إن جارك يؤذيك. والرجل كان نزل إلى السوق يتاجر ويمشي، ففعل، فما مر به أحد من المسلمين إلا وسأله، فإذا أخبره لقال: لعنه الله، رموا عليه اللعنة. هذه نصيحة المصطفى عليه الصلاة والسلام في جواز لعن من يؤذي الجار.
من يتعرض إلى أذاه بالإساءة والأذية يستحق لعن المسلمين ولعن أهل الإيمان والخير والصلاح، وفوق ذلك يستحق دخول جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. الجار الجار معاشر الأحبة، من أهم واجبات الإيمان ومن أهم مظاهر وأعمال كمال الإيمان الواجب معاشر الأحبة الإحسان إلى الجار، وعلى أقل الأحوال كف الأذى عن الجيران. إياك أن يستوق عليك قسم المصطفى عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.